يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بكل الاهلاويه اللي بيتابعونا يوم جديد حلقه جديده السادسه مساء. اهلا وسهلا بحضراتكم. حلقه النهارده فيها او خلينا نقول عنوانها خانه اليك، مازق الحقيقه بتتعرض ليه الكره المصريه، وهنتكلم في تفاصيله على مدار الحلقه. اتمنى ان شاء الله ان احنا نخرج على اقل تقدير بتصورات لمواجهه الموقف ده. كلام على بطولات افريقيا او المواعيد اللي حددها الاتحاد الافريقي طبعا لتسجيل الفرق اللي هتشارك في بطولات افريقيا في السيزون اللي جاي. بس اسمحوا لي قبل ما ادخل في تفاصيل الحلقه والعناوين ارحب بساره. مساء الخير يا ساره. مساء الخير عليك يا احمد، مساء الخير على كل جمهور قناه الاهلي. حلقه جديده من برنامج السادسه، هنتابع مواضيع كثيره جدا سواء في الكره المحليه او تدريب الاهلي، ومعانا طبعا مراسلنا من ملعب التتش وكمان الكره العالميه، وهيكون كمان معانا ضيف مهم كابتن السيد حمدي، نتكلم معاه عن مسيرته الرائعه مع النادي الاهلي وعن تفاصيل كثير في حياته. حقيقه يمكن قبل ما ندخل في الموضوعات ونبتدي بالعناوين، نقطه نظام الفترة الأخيرة الحقيقة سارة يمكن لاحظنا بشكل كبير جدا كلام، والكلام هنا مش على نادي معين، الحقيقة مش بقصد نادي بعينه، أنا بقصد إنها يمكن تكون ظاهرة متكررة على لسان عدد كبير جدا من مسؤولين في أندية، سواء رؤساء أندية أو مسؤولين على ملف التعاقدات أو على مستوى مديرين فنيين. دايما تلاقي الأهلي محطوط في جملة للأسف شديد غير مفيدة، وما تفهمش الحقيقة إيه السبب من ده. ناس بتتكلم على إنه الأهلي هو السبب في الهزيمة، أو أنه لم يراعي ظروف معينة لنادي معين كان عنده إصابات بفيروس كورونا، أو أنه هدفنا الوحيد أو الرئيسي هو أن احنا نكسب النادي الأهلي. والحقيقة التصريح الأخير ده طبعا أنا بعتقد أنه في تقديري لا يصح ولا يجوز للنادي كبير. أنا بتكلم تحديدا على أمير مرتضى اللي اتكلم على مباراة القمة وقال أنه احنا يكفينا فقط الفوز على النادي الأهلي. الحقيقة الهدف ده هدف معظم الأندية أو كل الأندية اللي بتواجه النادي الأهلي، وده دايما الحقيقة يعني يليق بعظمه وتاريخ النادي الاهلي. كون انه النادي الاهلي الحقيقه يكون هدف فقط او الفوز على النادي الاهلي هو هدف لكل الانديه، ده شيء يعظم من قدر النادي الاهلي ولا يقلل منه على الاطلاق على فكره، لانه معظم الانديه بيكفيها شرف الفوز على المارد الاحمر، لكن ده بالنسبه لنا مش في الحسبان، احنا هدفنا هو البطولات ورصدنا من البطولات اللي بنتمنى دايما ان هو يكون في زياده مستمرة. واعتقد ان تصريح من النوع ده ان اساء فهو بيسيء للنادي الاهلي وللنادي الزمالك ولرموز نادي الزمالك وللعيبه نادي الزمالك ولجماهير نادي الزمالك. الخلاصه عشان ما اطولش على حضراتكم، انا اتمنى وبشوف انه المجهود الكبير والتركيز الكبير اللي بيبذله عدد من المسؤولين في الانديه المصريه المختلفه مع النادي الاهلي، لو بذل نفس المجهود ونفس الوقت الضايع على او في التركيز على مشوار انديتكم ومحاوله حصولكم على البطولات، اعتقد النتيجه بالنسبه لكم هتكون مختلفه بشكل كبير. نبتدي بالعناوين. الاهلي يستأنف تدريباته اليوم في التتش استعدادا لوادي دجله. الاهلي يجهز محمود وحيد لمباراه وادي دجله. ثلاث سيناريوهات مقترحه امام فايلر لتعويض غياب السوليه. وزارة الرياضة بتدرس حضور الجماهير لمونديال يد 2021. الكاف يعلن مواعيد النسخة الجديدة من دوري أبطال إفريقيا. تحديد موعد انتهاء العلاقة بين ميسي وبرشلونة. برحب بحضراتكم من جديد، وزي ما عودناكم بنبدا باخبار النادي الاهلي اللي رجع النهارده عشان يستكمل تدريباته استعدادا طبعا لمواجهه وادي دجله يوم الجمعه اللي جايه في الدوري الممتاز، بعد طبعا الراحه اللي اداها فايلر للاعبين لمده 48 ساعه بعد الفوز على المصري بهدفين نظيفين في الجوله اللي فاتت. طبعا مباراه مهمه في مشوار الاهلي نحو حسم اللقب ال 42 للاهلي في تاريخه، وبنتمنى كل التوفيق للفريق خلال المباريات اللي جايه كلها. طبعا احنا عندنا بينضم لقائمه الغائبين عن المباراه اثنين من الاعمده الاساسيه للفريق، علي معلول بسبب طبعا الانذار والايقاف الانذار الثالث، والسوليه طبعا اللي هيغيب لاصابته بشده في العضله الاماميه. على كل الاحوال ريني فايلر المدير الفني للاهلي بدا بالفعل في تجهيز محمود وحيد الظهير الايسر عشان يشارك بشكل اساسي ان شاء الله في مواجهه دجله عشان يعوض غياب علي معلول، زي ما قلت لحضراتكم خد الانذار الثالث في ماتش المصري. كمان هيرجع للقائمه ان شاء الله باذن الله ديانج واحمد فتحي اللي غاب عن المباراه الاخيره بسبب الايقاف. فايلر هيعتمد طبعا على وحيد في ماتش دجله، خصوصا انه يمكن اللاعب حتى كمان شارك، يعني اعتقد ان فورمه الماتشات مش بعيد عليه انه شارك في اكثر من مباراه
وفي الماتش الاخير على وجه التحديد وظهر اعتقد بشكل جيد. كل الماتشات اللي بيشارك فيها محمود وحيد يا احمد بحس ان هو ما كانش على الدكه، بحس ان هو اداؤه كويس جدا، بحس ان هو في الفورمه، بحس ان هو هيقدر يعوض غياب علي معلول. صحيح، نتمنى ده ان شاء الله. ونروح لزميلنا كريم احمد من التتش نطمن منه على رجوع الفريق بقى للتدريبات النهارده، اول يوم عوده للتدريبات بعد راحه لمده يومين بعد ماتش المصري. كريم مساء الخير. مساء الخير عليك زميلي العزيز احمد، ومساء الخير على زميلتي العزيزه ساره، وتحياتي لكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. اهلا بيك، تعرفنا كده على اجواء تدريبات النادي الاهلي بعد استئناف التدريبات لاول مره بعد راحه يومين. بالتاكيد طبعا يعني كان لابد يكون في 48 ساعه راحه لفريق النادي الاهلي مع الضغط الكبير وتلاحم المباريات الكبير والجهد اللي بيبذله لعيبه النادي الاهلي في المباريات، فبالتاكيد كان قرار رائع وموفق جدا من الجهاز الفني. النهارده يمكن نقدر نقول اولى التدريبات لفريق النادي الاهلي استعدادا لمباراه وادي دجله القادمه يوم الجمعه باذن الله. تدريب النهارده يمكن تدريب قوي جدا لفريق النادي الاهلي، يعني نقدر نقول النهارده التدريب كان فيه جزء بدني وجزء فيه بعض التدريبات الكره، لكن في اللحظات اللي انا بكلمك فيها في جزء خططي كبير جدا. يمكن مستر ريني فايلر عامل تقسيمه مميزه جدا، واضح حماس اللعيبه وجديتها الكبيره جدا. طبعا يمكن اتكلمت طبعا على الغيابات والاصابات واللعيبه اللي راجعه من الايقافات، يعني ان شاء الله باذن الله محمود وحيد بالتحديد كمان محمود وحيد ان شاء الله يكون موفق بعد ايقاف علي معلول لثلاث انذارات. بيعود لنا كمان احمد فتحي، ديانج كمان، يعني عايز اتكلم على ديانج، اقاويل كثيره جدا كانت على اليو ديانج ان سافر وكده، ويمكن الراجل طلع وضح الامور بشكل كبير جدا. ديانج يمكن لسه ما وصلش حتى هذه اللحظه الى القاهره، لكن ان شاء الله غدا مع تدريب فريق النادي الاهلي الصباح هيكون متواجد بكل قوه استعدادا لمباراه وادي دجله القادمه. ايمن اشرف كمان عايز اكد عليه، يمكن ايمن اشرف كان بيعاني من الام الحوض ولم يشارك في المباراه الماضيه، كان متواجد طبعا على دكه البدلاء، لكن كان واضح ان مستر ريني فايلر يعني مخليه في القائمه لاي ظروف، لكن ايمن النهارده بيشارك بكل جديه وبكل قوه في تدريب فريق النادي الاهلي. كمان بناكد على حسين الشحات، يعني حسين الشحات النهارده كمان شفناه في التدريبات كان متواجد بعد عمله ليه طبعا المسحه الطبيه وظهور السلبيه طبعا ليها. النهارده شارك حسين الشحات في البرنامج التاهيلي الموضوع ليه، سواء في تدريبات الجيم او الجري الخفيف حول الملعب. كريم عايز اعرف منك كمان بالاضافه للاسماء اللي انت اتكلمت عنها، الموقف بالنسبه لصالح جمعه وبالنسبه لكهربا مشاركتهم النهارده في التمرين. يعني ابدا معاك بكهربا، كهربا بيتم تجهيزه بشكل كبير جدا، خلاص نقدر نقول يعني مباراه الحرس هتكون هي المباراه الاخيره لينتهي الايقاف لمحمود كهربا على ان يكون في مباراه الاسماعيلي القادمه ان شاء الله بكل جديه يكون جاهز ومشاركته على اعلى مستوى. محمود كهربا بيأدي اداء اكثر من رائع، بيشتغل على نفسه بشكل كبير سواء تدريبات فرديه او في التدريبات الجماعيه. صالح جمعه مستمره طبعا في البرنامج الموضوع له، سواء برنامج فردي او جماعي. صالح يمكن في اللحظات اللي انا بكلمك فيها دي بيأدي تقسيمه اكثر من رائع، يعني بيأدي اداء رائع جدا، واضح اخلاصه وجديته وعزيمته، واكدنا اكتر بمره قلنا ان صالح ملتزم بشكل كبير جدا في التدريبات الماضيه، اشتغل على نفسه بشكل كبير، لكن اداؤه النهارده كمان في التقسيمه ان شاء الله باذن الله بقى ياخد دور كبير في المباراه القادمه. ده اللي بنتمناه من الجهاز الفني على صالح جمعه بالتحديد، لان انت عارف زميلي احمد الفورمه هتيجي من المباريات وليس من التدريبات. ده اللي ان شاء الله بنتمناه سواء لصالح لكهربا، وباذن الله ان شاء الله الفتره اللي جايه كلها تكون انتصارات لفريق النادي الاهلي، كل ثلاث نقاط بنحققهم بيتسع الفارق، وان شاء الله نحسم بقى بطوله الدوري قبل ما تنتهي بشكل كبير، لان عندنا الحلم الكبير بطوله الافريقيه اللي ان شاء الله باذن الله عندنا امل كبير على الجهاز الفني ولاعيبه النادي الاهلي ان احنا نحقق ان شاء الله البطوله التاسعه تكون في دولاب بطولات النادي الاهلي ان شاء الله. بنشكرك شكرا جزيلا زميلنا كريم احمد من ملعب مختار التتش من داخل نادي الاهلي في الجزيره. والحقيقه يمكن الغياب السوليه في الماتش اللي جاي وديانج لو راجع، يعني حضراتكم عارفين طبعا، واحنا يمكن عرضنا الفيديو انا وساره امبارح انه الراجل بياكد انه سفره بعد استئذان كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره في النادي الاهلي كان بسبب استخراج جواز سفر عشان يقدر ان شاء الله يسافر مع الاهلي للمغرب، يرجع يبقى جاهز للمشاركه في ماتش دجله ولا لا دي لسه حاجه في علم الغيب. وبالتالي خط النص في الاهلي بيغيب عنه السوليه واحتمال كبير جدا ديانج. عندنا فتحي ممكن يدخل مع بقى ربيعه، ممكن يدخل، انا بكلم فتحي الاولاني حمدي فتحي، فتحي الثاني هو كابتن احمد فتحي، انه احمد فتحي في اوقات كتير جدا بيدخل في نص الملعب وبيجيد، الحقيقه عنده خبره كبيره جدا في المكان ده، وبيتهيألي انه فرصه صالح في الظهور في المباراه دي اقوى بكتير جدا حتى ولو ما شاركش من البدايه، فاعتقد انه هيبقى عنده مساحه اكتر بكتير جدا من مساحه مشاركته في ماتش المصري. وعندنا طبعا كابتن مجدي قفشه ايضا كمان جاهز في الحتتين، يا يعني اما يلعب دايره او يطلع ينزل وراء راس الحربه والاجنحه، واعتقد انه برضو لعب في الاثنين واثبت فيهم يعني امكانيات محترمه جدا. انت شايف احسن سيناريو ايه؟ سيناريو للماتش؟ ان احنا نكسب في جميع الاحوال. لكن بيتهيألي يعني في ماتشات كده، وبيتهيألي منهم ماتش وادي دجله من الماتشات اللي فرصه
انك تجربي وتدخلي لعيبه في مراكز غير مراكزها وتنزلي لعيبه ممكن كانت بعيده عن التشكيل عشان تديها فرصه انها تاخد جو الماتشات. زي ما كريم كان لسه بيقول دايما الماتشات الرسميه او فورمه الماتشات الرسميه مختلفه تماما عن التدريبات، واحساس اللعيب في الملعب في مباراه رسميه مختلف تماما عن التدريبات. فاعتقد ماتش وادي دجله من الماتشات دي، خصوصا دايما وانا بتكلم بشكل يعني منطقي احنا عندنا فارق مريح جدا، واعتقد ده بيدي اريحيه وبيقلل من حته التوتر والضغط النفسي والعصبي على اللعيبه، غير لما يكون في فرقتين ثلاثه ورا منك بيطردوك على صداره البطوله بيبقى في تخوف شديد جدا من اي مجازفه. ده مش موجود، وبيتهيأ لي انه الثلاث ماتشات اللي جايين فرصه كبيره جدا للاستعداد لماتش الوداد ان شاء الله. ان شاء الله. هنروح للدكتور اشرف صبحي اللي النهارده عقد مؤتمر صحفي للاعلان عن تفاصيل حفل قرعه بطوله العالم لكره اليد بمصر في يناير 2021، وكان بحضور هشام نصر رئيس اللجنه المنظمه ورئيس الاتحاد المصري وكابتن حسين لبيب مدير البطوله. وزير الرياضه الحقيقه في بدايه كلامه وجه الشكر طبعا والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على تقديم الدعم والتوجيه لاخراج مونديال اليد بشكل يليق بمكانه مصر الدوليه والتاريخيه، وكمان اتكلم في كل حاجه تخص الاستعدادات للبطوله، الانشاءات اللي كانت. لكن اللي لفت النظر الحقيقه حاجه مهمه جدا يا احمد، وهي حضور الجماهير للبطوله زي ما قال ان في الوقت الحالي بيناقشوا الموضوع ده، وممكن يتواجد الجمهور بنسبه 100% او بنسبه 2-1، بمعنى ان يبقى في كرسي فاضي ما بين كل كرسيين ممتلئين او فيهم ناس. طبعا تنظيم بطوله كبيره وعريقه زي دي على ارض مصر مع احتماليه حضور الجماهير شيء كبير عظيم مشرف لمصر دايما في جميع المحافل الدوليه. ومفيش بطوله ناجحه يا ساره بدون جماهير طبعاً. يعني طبعا احنا بنتكلم على بطوله عالميه، بنتكلم عن بطوله هتكون محط انظار وسائل اعلام من كل مكان في العالم، وبالتالي هي فرصه لتسليط الضوء على مصر. وانا بتكلم على البطولات العالميه، ولو حضراتكم تفتكروا استضافه مصر اللي كان في نسخته الاخيره قد ايه الحقيقه كان في مردود رائع جدا من التنظيم المبهر اللي قامت بيه مصر في البطوله دي، واتمنى واتوقع كمان وراهن على انه بطوله كاس العالم لكره اليد هتكون على اعلى مستوى. اللي عايز اقوله الحقيقه انه الدوله المصريه، ويمكن ده يعني مش عارف شيء مش واخد حقه، لكن الحقيقه احنا دايما بنتكلم على المشروعات العملاقه زي قناه السويس الجديده وزي مشروعات الاسكان وزي مشروعات الطرق والكباري والانفاق وزي ال 14 مدينه جديده، لكن الحقيقه في مجال الرياضه في اهتمام كبير جدا من الدوله المصريه ان يكون في نقله نوعيه للرياضه بشكل عام، سواء على فيما يتعلق بتاهيل كوادر، سواء فيما يتعلق باستضافه بطولات عالميه ودوليه، سواء فيما يتعلق ببنيه تحتيه رياضيه اعتقد بتشهد طفره كبيره جدا. والدليل انه حتى، وعلى فكره الكلام ده مش كلامنا احنا، مش كلامنا احنا كمصريين، ده كلام كتير من وسائل الاعلام المتخصصه العالميه، انه تنظيم مصر لبطوله زي كاس امم افريقيه كان بيضاهي في روعته افتتاح او تنظيم بطوله كاس العالم اللي شفناها وتابعناها طبعا في روسيا. هو تحدي كبير برضو لمصر وتحدي عظيم انه يبقى اول نسخه تتلعب ب 32 فريق بدل من 24 تبقى على ارض مصر، وهيبقى عندك كل المنتخبات المهمه طبعا، عندك فرنسا والدنمارك وكل الناس. والحقيقه زي ما احمد قال احنا يعني في تنظيم بطوله افريقيا ظهرنا بشكل مشرف جدا، وكل العالم كان بيشيد بالطريقه اللي اتنظمت بيها بطوله افريقيا على ارض مصر، ونظام التذكره ازاي وكل حاجه كانت الحقيقه متحضره جدا يا احمد. صحيح. وكان المظهر مشرف بس فعلا. الصوره تكمل بقى ساره بالجمهور، يعني اذا نجحنا ان شاء الله، وانا يعني متاكد ان الدوله عندها من الاراده ومن القدرات والامكانيات اللي تسمح لها انها تعمل بطوله ناجحه، مش بس من ناحيه التنظيم لكن كمان من ناحيه دخول او حضور الجماهير. وحضراتكم عارفين انه اليد بالنسبه للمصريين يمكن تكون تاني اكتر لعبه شعبيه، انا مش عايز اظلم رياضات تانيه زي الباسكت، احنا بنحب الباسكت وبنحب الطايره وبنحب السكواش وبنحب حاجات كتير، لكن اليد كمان من حيث الانجازات احنا عندنا ابطال عالم على كل مستويات الحقيقه. فبالتالي الرياضه ليها جمهور كبير جدا وليها عشاء، وحتى اللي مش بيحب كره اليد قوي هيروح يشجع مصر في بطوله. فلو سمح بحضور الجماهير او اللجنه المسؤوله عن تنظيم البطوله سمحت بحضور الجماهير، اعتقد ده هيساهم في اكتمال الصوره بشكل كبير ونجاح البطوله بشكل اكبر. تكمل بالجمهور وتكمل يا رب بانه مصر تقدم نتائج كويسه جدا في البطوله، يعني المنافسه فعلا هتبقى صعبه قوي في اليد كمان زي الاهلي يعني. يعني زي ما بنقول كده في في في, في الكوره، الاهلي لما بيدخل اي بطوله هو مرشح اول وعينه على انه الفوز بالبطوله. في اليد مصر لما بتدخل بطوله على مستوى كل الفرق ايضا
برضو عينها على البطوله. عندنا نتمنى ده لانه فعلا المنافسه هتبقى صعبه جدا، في منتخبات قويه جدا في البطوله طبعاً الحقيقه طبعاً. اكيد يعني. ما تكلمي على عمالقه زي السويد وزي فرنسا وزي غيرهم من الدول اللي ليها باع كبير في الدنمارك، في الدنمارك ليها باع في اليد، بس احنا كمان منتخب محترم جدا طبعاً. وخصوصا كمان الارض البطوله هتتلعب على ارضنا وبين جماهير. نروح لخانه اليك بقى اللي كلمت حضراتكم عنها. النهارده الحقيقه في مأزق كبير جدا، بنتكلم ان الاتحاد الافريقي اعلن خلاص النهارده على مواعيد النسخه الجديده من البطولات الافريقيه في الموسم الجديد دوري الابطال في 2021. والاتحاد الافريقي قال انه مواعيد النسخه اللي جايه ان شاء الله هتكون كالتالي. خليني اقول لحضراتكم، من يوم 20 ليوم، دي بالنسبه للجداول طبعا بتاعه البطوله او الادوار بتاعه البطوله، من يوم 20 ليوم 22 نوفمبر ده هيكون الدور التمهيدي. دور ال 32 هيكون يوم من يوم 11 ل 13 ديسمبر الشهر اللي بعده. دوري المجموعات الجوله الاولى 1 و 12 و 13 فبراير، جوله 2 22 و 24 فبراير، جوله 3 5 و 6 مارس، جوله 4 16 و 17 مارس، جوله 5 من 2 ل 4 ابريل، والجوله السادسه من 10 ل 12 ابريل. الثمانيه بعد كده يتعمل لها قرعه يوم 30 ابريل 30 4 20 21. دور الثمانيه ماتشاته تتلعب 4 و16 ما بين 14 و16 مايو، والعوده 21 و23 مايو. دور قبل النهائي هيكون من 18 ل 20 يونيو، والعوده من 25 ل 27 يونيو. ماتش النهائي ان شاء الله يوم 17 27 21. المأزق فين؟ المأزق الحقيقه متعلق بتسجيل الاتحادات الاهليه لفرقها اللي هتشارك في البطوله. يعني مطلوب من الاتحاد المصري انه قبل يوم 20 اكتوبر اللي جاي يسلم الاتحاد الافريقي قائمه بالفرقه المصريه اللي هتشارك في البطولات سواء دوري الابطال او الكونفدراليه. احنا عندنا اربع انديه مصريه مفترض انها بتشارك في بطولات افريقيا. المشكله طبعا انه 20 اكتوبر اللي جاي الدوري مش هيكون خلص، فبالتالي انت عندك مشكله في تحديد المراكز الخاصه بالانديه اللي بناء عليها هتشارك الانديه دي على اساسها طبعا في البطولات الافريقيه، سواء بنتكلم على البطل ووصيف ليهم الحق في مشاركه في دوري الابطال او ثالث مع بطل كاس هيشاركوا في بطوله الكونفدراليه. ايه ممكن يكون سيناريو الخروج من المأزق؟ الله اعلم. يعني لغايه اللحظه اللي بكلم حضراتكم فيها كلها مجرد اجتهادات، والحقيقه كلها تصب في النهايه في خانه عدم تكافؤ الفرص. احنا بنتكلم انه حل واحد او اوبشن 1 انه نلجا لترتيب الدوري في الموسم او ترتيب البطولات المختلفه في الموسم الاخير، وبناء عليها هيكون في ظلم كبير جدا لبعض الانديه المشاركه. يعني في الحاله دي يتاهل مثلا نادي زي النادي المصري، في حين النادي المصري السنه دي في مركز متاخر. المقاولين من حقه، اعتقد عنده فرصه، مش هقول من حقه، هو لسه عنده فرصه يا ساره انه يشارك في بطولات افريقيا، وبالتالي هيكون ايه الموقف ده؟ الحل الاول. الحل الثاني، الحل الثاني ان احنا نيجي قبل يوم 20 ونقول احنا هنقف في ترتيب الدوري او هنعترف بترتيب الدوري لغايه الماتشات اللي هتقام قبل يوم 20 اكتوبر، وبالتالي ترتيب الدوري في هذا التوقيت هو اللي يتم ارساله للمشاركه في البطولات القادمه، وده برضو الى حد كبير من وجهه نظري بيخل بمبدا تكافؤ الفرص، لانه من الوارد جدا في بعض الانديه يبقى عندها ماتشات سهله بعد كده يعني في الدوري تساهم في انه ترتيبها يبقى متقدم او العكس الصحيح، وبالتالي حتى اللحظه مش عارفين اللجنه الخماسيه هتخرج من المأزق. بس انا مش متفاجئه يا احمد، يعني الموقف ده مش مفاجئ، احنا ده كان متوقع والناس بقى لها فتره بتتكلم في الموضوع ده، وكده كده اصلا الدوري المصري بيبقى متاخر عن باقي الدوريات، ولما رجعنا من كورونا من فتره التوقف احنا راجعين متاخرين برضو عن باقي الدوريات. فهنا بقى في اسئله كتير، يعني الاتحاد المصري هيعمل ايه في موقف زي ده؟ هنا احنا ما عندناش اجابات لحد دلوقتي، احنا عندنا ان احنا نطرح اسئله. الاتحاد المصري هيعمل ايه في موقف زي ده؟ هيتعامل ازاي مع الاتحاد الافريقي في موقف زي ده؟ كل دي اسئله. هو الاتحاد المصري الحقيقه مش صاحب مشكله، هو مسؤول عن حل، مسؤول عن إيجاد حل، لكن هي الفكره انه كمان الحقيقه انا اتوقع انه مواقف الانديه نفسها إجابات. مواقف الانديه نفسها هتبقى سبب من وجود المشكله. يعني بالظبط كده الاتحاد ممكن يصطدم بمشاكل مع الانديه طبعا دي. طبعا ناهيك كمان انه بالنسبه للاهلي كمان على وجه التحديد احنا لسه مكملين يعني سيزن سواء فيما يتعلق بالدوري او ببطولات افريقيا، تبتدي الماتشات في شهر نوفمبر، فبالتالي انت عندك تلاحم مواسم عنيف. كان في فتره توقف بسبب كورونا، بس انا اعتقد انه السيزون الجاي هيبقى مرهق جدا جدا جدا، خصوصا للانديه اللي بتشارك في اكتر من بطوله. طيب نروح للسيناريوهات اللي تحددها الاتحاد الافريقي
في يعني نصا نبتدي ساره بالسيناريو الاول الخاص بالدول اللي انهت الدوري خلاص في بلادها هتتاهل الانديه وفقا للنظام المعروف قبل كده والمعلن عنه طبعا في المادتين الثانيه والثالثه الفصل الرابع من اللوائح. السيناريو الثاني الخاص بالدول اللي انهت الدوري في بلادها بسبب كورونا من غير ما يكمل لكنها وضعت تصنيفا وترتيبا للفرق في المسابقه غير المكتمله، هيتم طبعا تاهل الفرق زي ما جه في المادتين الثانيه والثالثه الفصل الرابع من اللوائح. السيناريو الثالث بالنسبه للدول بقى اللي الغت الموسم الحالي وما اعتمدتش ترتيب الفرق فيها، هيتم تاهل نفس الفرق زي ما قلت لحضراتكم حسب نفس الترتيب في مسابقات الموسم السابق، مع الوضع في اعتبار طبعا حصه كل اتحاد. حضراتكم عارفين انه مسابقات الاتحاد الافريقي متقسمه حصص حسب كل اتحاد ليه احقيه معينه في مشاركه عدد معين من الانديه في مسابقاته. السيناريو الرابع بقى بالنسبه للدول اللي ما اكتملش الموسم فيها لغايه النهارده، وده السيناريو اللي بينطبق علينا، ما قدرتش انها يعني تتمكن من اكمال الموسم قبل الميعاد اللي حدده الاتحاد الافريقي، هيتم تخييرها عشان تنفذ اي حاجه من او اي اوبشن او اي سيناريو من السيناريوهات الثلاثه اللي تم طرحها على حضراتكم، وده بينطبق على زي ما قلت لحضراتكم على الاتحاد المصري او اللجنه الخماسيه المكلفه ب يعني السيناريو الرابع هو الاقرب ان هو يتطبق عليه. السيناريو الرابع ان احنا نختار بقى من السيناريوهات الثلاثه دي اكتر حاجه ممكن نتناسب عليها، واحنا طبعا الشعار عندنا واضح ومعروف، احنا اتفقنا الا نتفق، يعني 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 حضراتكم لو النهارده طرح هذه السيناريوهات الثلاثه على الانديه خصوصا الانديه المقدمه اللي ليها الحظ في المشاركه، اعتقد ان احنا مش هيحصل بينا اتفاق، هتلاقي كل حد بيعترض او كل، وانا متفهم طبعا في وجهات نظر محترمه جدا، بس احنا في سيناريو استثنائي وصعب جدا نتعامل معاه ازاي، اعتقد الايام اللي جايه هي اللي هتجاوب على السؤال ده، واتمنى ان يبقى في توافق، واعتقد انه المشكله بتمس الجميع سواء كنا بنتكلم على اتحاد كوره او بنتكلم عن ده. طبعا الاهلي خارج المشكله خالص، يعني ان شاء الله الاهلي متأهل. هيشارك ان شاء الله باذن الله ان شاء الله كحامل لقب وبطل الدوري المصري، فالاهلي طبعا بره المشكله دي تماما. يعني نروح بقى من ازمه الاتحاد الافريقي لازمه الساعه، ازمه الارجنتيني ليونيل ميسي مع برشلونه، وحدد محامين اللاعب يوم الثلاث اللي جاي ده موعد فسخ التعاقد بينه وبين النادي. الصحفي الارجنتيني الشهير جونزاليس قال ان مجموعه المحامين الموكلين من ميسي كشفوا عن انتهاء علاقه اللاعب بالنادي الكتالوني بشكل رسمي يوم الثلاث اللي جاي، وصحيفه موندو ديبورتيفو الاسبانيه قالت عن نيه بارتوميو رئيس برشلونه في رفض فسخ التعاقد خلال الاجتماع اللي هيجمعه بوالد ووكيل اعمال اللاعب خورخي ميسي بكره. صحيفة كمان قالت ان بورتوميو هيقول لوكيل ميسي ان ميسي مش للبيع وان في شرط جزائي لفسخ تعاقده ب 700 مليون يورو، فيما سيوضح طبعا الاخير انه ابنه ميسي فقد الثقه تماما في مشروع برشلونه وعايز يبحث طبعا عن مخرج تاني، بس مخرج ودي، ميسي مش عايز يروح للمحاكم ولا ان الموضوع يكبر وعايز يطلع بشكل ودي جدا. عاوز اقول كمان ان ميسي غاب عن تدريبات طبعا الفريق وده لليوم الثاني على التوالي بعد ايام من ابداء رغبته في الرحيل عن الفريق، وقال كمان النادي ان كومان قد مران الفريق النهارده بمشاركه نفس ال 19 لاعب اللي شاركوا في المران الاول تحت قيادته يوم الاثنين امبارح استعدادا للموسم الجديد. كده اللاعب لا حضر مسحات كورونا الخاصه بالفريق ولا تدريب امبارح ولا تدريب النهارده عشان ياكد ان هو خارج برشلونه ورغبته هي الرحيل عن برشلونه. طبعا موقف يعني خرج اوريدي عن السيطره يا ساره. طبعا بنتكلم على تدخل رجال قانون وتدخل رجال قضاء وتدخل الاتحاد الاسباني وتدخل محامين من ليو ميسي وتدخل محامين من جانب برشلونه، والموضوع ينتهي على ايه في النهايه؟ ده اللي هتسفر عنه او الاجابه هتظهر فيه خلال الايام اللي جايه، لكن في النهايه انا بعتقد انه حتى ولو استمر او لو تم اجبار، لان هو ميسي اعلن برغبه واضحه وصريحه رغبته في عدم الاستمرار مع برشلونه، والدافع الرئيسي خدوا بال حضراتكم من الجزئيه دي انه الراجل شايف انه الفريق في شكله الحالي مش هيمكنه من ان هو يفوز بالكره الذهبيه لموسمين مقبلين، هو شايف انه عنده فرصه كبيره جدا انه يستمر على عرش كره القدم في السنتين او في الموسمين المقبلين. ومن الواضح ان مش شكله الحالي بس كمان يا احمد، هو من الواضح ان هو مش واثق في مستقبل الفريق اصلا مع كومان. ما ده اكيد، لانه لو حصل صدام بينه وبين كومان يا ساره، يعني هو في اول مقابله بينه وبين كومان يبدو انه كمان ده ساهم في زياده توتر العلاقه بين ده غير توتر العلاقه بينه وبين رئيس برشلونه. يعني هو من الواضح انها بايظه من كل، هو الراجل مش هيقضيها توتر بقى، قال لك لا انا ابص على مصلحتي، وعشان كده يمكن في بعض التقارير اتكلمت على انه حصل اتصال بينه وبين بيبي
جوارديولا قال فيها انه او اتكلم فيها جوارديولا وكان بيتكلم معاه انه هو عنده طموح في انه يفوز بالكره الذهبيه السنتين اللي جايين وقال له انا مش هقدر اعمل ده غير معاك انت. صحيح وانت مقتنع كدا. لا انت مش مقتنع ان ميسي انا مقتنع انه ميسي لا يعني طريقه لعبه واسلوبه ما اعتقدش انه هيحقق نفس النجاح. هو لعيب كبير ولعيب مؤثر في الدوري الانجليزي لكن في الدوري الانجليزي تركيبه ثانيه ومختلفه تماما. يحقق نجاح ممكن طبعا وارد خصوصا لما يلعب مع فرقه كبيره بحجم مانشستر سيتي بتقدم كره أكتر من رائعة لكن نفس النجاح اللي كان في برشلونة أعتقد نسخة صعبة جدا تكرارها والدليل رونالدو ما أعتقدش أن صورة رونالدو لما كان في المان يونايتد أو في ريال مدريد هي نفس الصورة في يوفنتوس بتهيأ لي كده مش عارف تتفقي ولا تختلفي لا أنا مختلفة في الحاجتين طيب خلينا نختلف بقى أثناء الفاصل نروح سريعا لفاصل ونرجع حضراتكم مرة تانية